السلام عليكم. الثاقة الذرية. إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إن لم تكن مشاركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأوضحت الوكالة في تقرير أعدته أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. وكانت الوكالة أفادت في 17 أغسطس الماضي بأن إيران أجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي. وأضافت أن طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزية المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%. وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي ER6 للتخصيب لما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنس. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.